السلام عليكم أولاد أحمد من الممثلين المغاربة، شاركت في عدة أعمال وأنا فخور جدا لكوني أنني كنت واجد في هذا المسرح، هذا النوع ديال المسرح الإيكولوجي، وهذا النوع زعما كان لي الشرف أنني كنشارك فيه، لأنها إلا بغيت نقول محطة من المحطات ديال الفنية. فالدور ديالي بالنسبة للمسرحية هو منسق ديال الليالي اللي كان دازت على واحد السيد اللي حراق ومشى لبرا وعانت ما وكان غير يعني مخشي في واحد تحت المسرح، ما كانش كيبان الناس وربما قاعد يشوفوه ولا شي حاجه، ولكن كيتعاطفوا معاه حتى تفضح الامر ديالو انه بان فوق من الخشبه بجرو هذاك الهواء ديال البلاد وجرو الهواء ديال التمغربيه ودخل ما عرفش راسو كيفاش تدخل فوق من الخشبه، داك الشيء علاش عاش بان لهم عاد شافوه وما قدروش باش غادي يبقاو مخلينو تما وهذاك ورجعوه للبلاد ديالو. الور الدور ديالي قلت لك انا كمنسق ديال دوك الليالي اللي كدوز وكنتورخ ليه الحياه ديالو في المسار ديالو ملي خرج من المغرب حتى رجع للمغرب. هذا هو الدور ديالي في هذاك. ومن ناحيه المسرحيه فانا فخور ولا زلت اذكرها انني كنت مع ممثلين مقتدرين بحال جناح التامي، يعني رجل مسرح وكبير في المسرح وتبارك الله عليه، ومكوار صديق استاذنا جميع وعطانا بزاف ديال الانفاس في الاخراج ديالو، كان المخرج، وهذا الشيء اللي كاين. ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى لو سات تيفي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.